باسم ما شاء الله يعني ارقام مختلفه، بطولات كتيره جدا عربيه وافريقيه وعالميه كمان ما شاء الله يعني. لكن قبل ده كله بقى، حبك في الشطرنج بدا ازاي ومن امتى؟ يعني هو القصه من زمان قوي، من وانا تقريبا 4 سنين أو 4 سنين ونص. انا بطبعي كنت طفل هادي لحد ما، بحب البازل، الحاجات اللي يعني فيها تفكير شويه. فبابا كاي واحد بيعرف يلعب شطرنج حس ان الشطرنج ممكن تكون لعبه مناسبه ليا، فجاب شطرنج وعلمني وبقى يلعب معايا على طول. بقيت العب مع جدتي، اي حد من الاسره ان انا بلعب معاه. فبابا لاحظ ان انا على طول عايز العب شطرنج وبحب اللعبه وبحب اقعد وقت طويل العب. وكان حصل موقف مره وانا بلعب معاه ان الرقعه وقعت، فقال لي تعالى نبتدي دور جديد واحنا في وسط الدور يعني. فقلت له لا انا فاكر القطعه كانت ازاي، ورجعت القطعه في اماكنها يعني. تمام. فهو الموضوع ده لفت نظره جدا يعني ان انا ممكن يكون في موهبه في الموضوع ده. فابتدى بقى ان هو يحاول يسال يجيب لي مدربين. انا من طنطا اصلا، فكان ابتدى يجيب لي مدربين الاول من طنطا، وبعد كده ابتديت في البطولات شويه. بقى يجي لي مدربين من القاهره لطنطا، طبعا ده كان على حساب بابا، وكان بيسافر معايا بطولات كتير في مختلف بقى محافظات الجمهوريه، اسماعيليه، القاهره، اسكندريه. طب قبل بقى مشاركتك في البطولات يعني، اول حاجه خالص الوالد هو اللي حببك في اللعبه أكيد. وهو حريف شطرنج شكله كده جامد يعني، بيحب الشطرنج. طبعا يعني لكن دلوقتي انت بقيت عالمي خلاص بقى، الموضوع اختلف دلوقتي معايا يعني. وهو اللي ابتدى يدعمك بمدربين بالظبط، وانت من هنا بقى الموهبه هي العامل الرئيسي متهيالي، مع كمان مع ايه بقى، التنشيط الذهني ولا المهاري هنا. ازاي لعيب الشطرنج هنا ممكن نعرف ان هو يعني لعيب بجد موهوب او مش موهوب؟ ازاي هو اكيد الموهبه في الاول بيبقى عليها دور كبير يعني، ان انت تخش في المجال وان انت تستمر فيه. لكن العامل الاساسي بقى بعد كده بيبقى على التدريب والدراسه والمجهود اللي انت بتعمله في اللعبه، ده اللي بيفرق بقى فعلا وبيطور المستوى يعني. الشطرنج علم زي ما بنقول، الموهبة أكيد أساسية، لكن الدراسة والتدريب هم اللي بيفرقوا بقى فعلا في المستوى، يقدروا يخلوك أن أنت تزود مستواك فعلا وتنافس بقى في البطولات بجد يعني. يعني هي القدرة الذهنية والموهبة والدراسة بالظبط.